وفاء من مجوهرات فاتين، كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم بغيت نقترح عليكم واحد البغاسلي خطير جدا جدا جدا. الناس اللي كيقولوا لنا بغينا شي حاجه صحيحه ومتينه وشي حاجه ديال الحضور وفين يخبيو اون ميم طون الفلوس ديالو. بالنسبه لهاد لو بغاسلي على هذا الشكل هذا، كنتمنى يكون باين لكم مزيان وينال الاعجاب ديالكم. هو على هاد الشكل هذا، شي حاجه اللي خطيره بومبي هنايا، يعني كيجي عاطي مزيان. كنتمنى يكون واضح بالنسبه ليكم، نوريه لكم كيفاش كيكون من الداخل ديالو على هاد الشكل هذا. هنا فيه واحد لو كادر، وكاين هنا الطابع ديال الديوانه. كنتمنى لارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، شي حاجه اللي صحيحه. بغيت نوريكم الصح ديالو، يعني واخا ضغطي عليه شي حاجه اللي صحيحه ومتينه، يعني ما تخافيش منه نهائيا. وحتى في اللبسه كيكون عاطي للعين مزيان. وكنتمنى يكون ينال الاعجاب ديالكم. الناس اللي كيقولنا بغينا شي حاجه صحيحه وعاطيه للعين، هذا راه احسن ما كاين. بومبي يعني حتى في اليد، يعني بحال دايره شي حاجه كبيره بزاف. ودابا غادي نشوفوا كيفاش كيجي في اليد في اللبسه. وفي اللبسة كيجي على هذا الشكل هذا، شي حاجه بومبي وعافيه العين، وبالخصوص مع التكشيطه للقفطان تجي شي حاجه رائعه. وحتى مع الجلابه علاش لا، في الحضور يعني تحمري الوجه ودايره شي حاجه اللي عافيه العين على هذا الشكل هذا. السداده ديالو يعني كيتسد شي حاجه تسمعي الطق باش تعرفي غير البراسلي مسدود مزيان. وحتى في المزير من هنايا يعني باش تخافيش يطيح عليك ولا شي حاجه، حتى كتضغطي عليها وتحليه عاد كيتحلو البراسلي. وكنتمنى الى الاعجاب ديالكم، ومرحبا والف مرحبا بكم.